صباح الخير مشاهدي قناة سامراء الفضائية، معاكم الدكتور يعقوب الهاشمي، دكتور حشوات جذور من مركز ماسترز اوف بيوتي. اليوم حبيت أحكي على موضوع الألم اللي يصير نتيجة الأسنان، وعادة الألم المفاجئ والألم القوي. وأكو هواية أخطاء تصير عند الناس، أشوفها كلش هواية للناس اللي يجون العيادة شايل ويا بيده عصارة مال تخدير موضعي، أو عصارة مال قرنفل، أو أي خطات ثانية ما إلها علاقة بالموضوع، ويقول لي دكتور أنا من الصبح لي هسه صار أخلي هاي العصارة وخلصت هاي العصارة وحلقي الألم ما راح، أو جبت هذا القرنفل وداخلي على الأسنان اللي دا توجعني والألم مدى يروح، وصار لي يوم منايم أو صار لي 10-15 ساعة أنا متألم وكذا، ويجي بوضعية كلش متألم ووضعية مزرية، منايم بالليل أو جاي من مكان بعيد أو صار لي 4-5 ساعات ينتظر بألم. فاللي يريد أوضحه أنه موضوع الألم من الأسنان عادة لما يصير الألم بهالقوة هذه، أنه يقعد المريض بالليل من النوم، أو أنه يصير الألم بدرجة انه ما يقدر يركز بعد باي شيء ثاني، بس هذا الالم كلش هو اللي ماخذ كل تركيزه وكل شيء بباله. فلما توصل هيك مرحله، سبب هذا الالم عاده يكون العصب الملتهب او العصب اللي واصل التسوس للعصب السني ومخلي الالتهاب يصير بسبب وجود البكتيريا بهذا العصب. فهاي العلاجات اللي قاعد ياخذوها المرضى اللي هو العصاره مال التخدير الموضعي، اللايدوكين او القرنفل او هذه الخبطات اللي هي مو صحيحه لعلاج هاي الحاله، فلذلك تكون نتيجتها عاده مو مرضيه للمريض، ما راح تريح المريض بهاي الوقت الطارئ اللي احنا نعتبره الم طارئ بسبب عصب السن. فنصيحتي انه لا تاخذون النصيحة من الصيدلاني او الشخص اللي واقف بالصيدلية، او من صديق او من زميل بالعمل. اللي تحتاجه هو استشارة طبيب اسنان، يفضل انه يكون اخصائي بالحشوات جذور. ونصيحتي لكم انه العلاج الصحيح اللي يكون لهيك حالات هو ايبوبروفين 800 ملغرام وباراسيتول 1 غرام. هذه عادة تكون مفيدة، وهذه أدوية هي موجودة عند أوفر كاونتر، يقدر أي مريض يستخدمها بدون مشاكل صحية إذا ما عنده حساسية لها. نلتقيكم إن شاء الله بمعلومة جديدة ومرة ثانية.